بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الخامسة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 37. في أول الصفحة كما نرى عندنا بوندون لا ليكتور، أثناء القراءة، عندما نكون نقرأ طبعا سيكون لنا ما يلي. إذن جوبسارف إي جو ديكوفر. جوبسارف هذا لو فيرب أوبسارفي، جو ديكوفر هذا لو فيرب ديكوفغيغ اكتشف. جو غوليف لي زاليمون دو تكست كي سيتو لو ميزي محمد السيس. أنا أستخرج عناصر النص كي سيتو التي تموقع، كما قلنا فيما سبق هذا لو فيرب سيتوي يعني موقع، المقصود انك تقول اين يقع. اذا كي سيتوي لو ميزي محمد السيس التي تموقع متحف محمد السادس. اذا سنعود الى النص لنبحث عن هاد العناصر التي تموقع هذا المتحف. اذا لاحظنا النص جيدا، طبعا العناصر التي تدل على موقع هذا المتحف هي موجوده في الفقره الثانيه. إذن كما رأينا لو باتيمون سو سيتو سو لافيني محمد سانك أو كوتي دونسيان كونستركسيون دو لا موسكي سنة. أن بو بلو لوان سي لو باتيمون دي بارلومون، لوتيل باليما، لا بانك دي ماروك، إي لا غروند بوست أورني دون إنورم أورلوج. الكلمات التي تحدد موقع المتحف هي موجودة في الفقرة الثانية. لو باتيمون سو سيتو سو لافيني محمد سانك أو كوتي دونسيان كونستركسيون dans la mosquée Sunna. Un peu plus loin, c'est le bâtiment du Parlement, l'hôtel Balima, la Banque du Maroc et la grande poste ornée d'une énorme horloge. إذن هذه العبارات التي تموقع هذا المتحف. إذن le bâtiment se situe sur l'avenue Mohamed V au côté d'ancienne construction dans la mosquée Sunna. البناية توجد على شارع محمد الخامس au côté d'ancienne construction بجوانب البنايات القديمة دون مسجد السنة، والتي منها طبعا مسجد السنة. يمكن أن نعتمد بقية العبارة un peu plus loin بعيدا شيئا ما c'est le bâtiment du Parlement l'hôtel Balima la banque du Maroc et la grande poste ornée d'une énorme horloge. إذا ممكن أننا نعتمد بقية العبارة ما دامت أنها هي بعيدة عنه شيئا ما. المقصود عندما نصل إلى هذه البنايات فنحن أكيد سنكون في موقع قريب من هذا المتحف. إذا طبعا ذكر هذه البنايات هي تحدد بطريقة غير مباشرة موقع المتحف ما دامت أنها تحد في أماكن معينة قريبة منه. ثم عندنا جواليف دون لو تكست لو ديفيرون باتيمون كي ستخوف بخي دو ميزي محمد سيس. جواليف دون لو تكست لو ديفيرون باتيمون كي سو تخوف بخي دو ميزي محمد سيس. إذن أنا أستخرج من النص جو غوليف دون لو تكست لي ديفيرون باتيمون كي سو تخوف بخي دو ميزي محمد سيس. إذن أنا أستخرج من النص مختلف البنايات التي توجد بالقرب من المتحف. طبعا البنايات الموجودة بالقرب من المتحف هي أو كوتي دونسيان كونستركسيون دون لا موسكي سنة. إذن نتكلم عن البنايات القديمة والتي منها مسجد السنة. ثم ان بو بلو لوان سي لو باتيمون دي بارلومون. اذا عندنا لو باتيمون دي بارلومون، ثم عندنا لوتيل باليما، ثم هناك لا بانك دي ماروك، واخيرا انفان لا غروند بوست اورني دون انورم اورلوج. ثم عندنا في النهايه لا غروند بوست. اذا هذو هما البنايات الموجوده بالقرب من المتحف. جو غوليف دون لو تكست ce qui explique que ce musée est un musée d'art moderne. أنا أستخرج من النص ما يفسر. ما يفسر ماذا؟ que ce musée بأن هذا المتحف est un musée d'art moderne. بأن هذا المتحف هو متحف الفن المعاصر. أنا أستخرج من النص ما يفسر بأن هذا المتحف هو متحف الفن المعاصر. Je relève dans le texte ce qui explique que ce musée est un musée d'art moderne. إذن أنا أستخرج من النص ما يفسر بأن هذا المتحف هو متحف الفن المعاصر. طبعا ما يدل على هذا موجود في الفقرة الأخيرة. ما يفسر هذا طبعا هو موجود في الفقرة الأخيرة. En effet, le musée Mohamed VI est à la fois une création moderne et un rappel de l'architecture de la première moitié du siècle dernier. إذن هو في نفس الوقت une création moderne. إذن هو إنشاء عصري
ثم un rappel de l'architecture de la première moitié du siècle dernier. ثم هو ذكرى ثم هو ذاكرة للفن المعماري للنصف الأول من القرن الأخير. الفن المعاصر هو توجه فني يعني الفترة الممتدة بين 1850 وإلى حدود 1960. إذن طبعا كما تنشوفوا بأن التاريخ المذكور في هذا النص هو يأتي جزئيا ضمن هذه الفترة، وبالتالي فإن هذا المتحف هو متحف الفن المعاصر. En effet, le musée Mohamsis est à la fois une création moderne et un rappel de l'architecture de la première moitié du siècle dernier. كما نلاحظ بأن النصف الأول من القرن الماضي هو يأتي ضمن الفترة التي ذكرنا والتي تهم الفن المعاصر عموما. إذن ثم des motifs, gravures et tableaux retracent l'histoire picturale du Maroc entre 1914 et 2014 pour reconstituer son temps de création. طبعا كما نلاحظ بأن الأشياء الفنية التي يتضمنها المتحف هي تعود لهذه الفترة، وبالتالي يمكن أن نضفي عليه لقب متحف الفن المعاصر. ثم عندنا جوغوتيان، أنا أستنبط جو شيرش دون لو ديكسيونير ليكسبليكاسيون دي مو سويفون، أنا أبحث في المنجد عن شرح الكلمة التالية. جو شيرش دون لو ديكسيونير ليكسبليكاسيون دي مو سويفون، أنا أبحث في المنجد عن شرح أو تفسير الكلمة التالية. أول مصطلح كما نرى عندنا آر مودرن. آر مودرن طبعا كما نعلم بأن لا هو الفن، لا هو الفن. إذا بحثنا عن كلمة آر طبعا اللي هي الفن، ممكن نجد كتعريف مانيير دو فار اون شوز سولون سيغتان ميثود سولون سيغتان بروسيدي، إذن هي طريقة فعل أشياء حسب بعض الطرق. مانيير دو فار اون شوز، إذن هي طريقة فعل شيء سولون حسب سيغتان ميثود حسب بعض الطرق، أو سولون certains procédés selon certains procédés أو حسب بعض الأساليب أو حسب بعض الأساليب. إذا نتكلم عن طريقة فعل شيء حسب طريقة معينة حسب بعض الطرق أو حسب بعض الأساليب، إذا نتكلم عن فن. بمعنى آخر أنك تتكلم عن فن. طبعا هناك بعض الأشخاص لهم قدرة فعل بعض الأشياء بشكل جد لابق. إذا نتكلم عن فن فعل هذه الأشياء، سواء تعلق الأمر بالرسم أو تعلق الأمر بالكتابة أو تعلق الأمر بصناعة أو حتى بالحركات أو أي شيء من الأشياء. إذا نتكلم عن طريقة وأسلوب فعل هذا الشيء نسميه لاغ. ثم عندنا كلمة مودرن. مودرن المقصود كي دي ديغني طون، التي هي من آخر الزمان، المقصود التي تنتمي لآخر زمان، المقصود أنها حديثة، المقصود أنها حديثة العهد. إذا نتكلم عن أي شيء ينتمي للعصر الأخير، نتكلم عن شيء ما ينتمي للعصر الأخير إلى آخر عصر موجود في حياة الإنسان، إذا نتكلم عن شيء حديث. إذا مودرن، كلمة مودرن تعني كي دي ديغني طون، نقول عن شيء بأنه مودرن المقصود كي دي ديغني طون، يعني المقصود أنه ينتمي لآخر زمان، المقصود أنه حديث. لكن مصطلح لاغ مودرن، مصطلح لاغ مودرن هكذا، هذا يطلق على توجه يقصد به فترة معينة من التاريخ. إذا لاغ مودرن est une période de l'histoire de l'art qui commence dans les années 1850. 1850 et qui s'achève au milieu des années 1950. إذن l'art moderne, الفن المعاصر est une période de l'histoire. Est une période de l'histoire. هي فترة من التاريخ de l'art, من الفن qui commence, التي تبدأ dans les années 1850. Dans les années 1850 التي تبدأ في سنوات 1850 et qui s'achève والتي تنتهي au milieu des années 1950 والتي تنتهي في أواسط 1950.
elle précède la période de l'art contemporain. Elle précède, يعني أنه يسبق, cela va précéder. Elle précède la période de l'art contemporain qui commence après-guerre. يعني أنه يسبق فترة الفن المعاصر. نتكلم عن l'art moderne. إذا نتكلم عن الفن المعاصر أو المتزامن. الفن المعاصر ليس بالمعنى الذي رأينا قبلا. حديث يعني لآخر عهدين يعني قريب منا. لكن هنا نتكلم عن l'art contemporain. المقصود الفن الذي نحن نعيش فترته. نتكلم عن الفن الذي نحن نعيش فترته الآن. إذن يسمى l'art contemporain. إذن elle précède la période de l'art contemporain qui commence après-guerre. هو يسبق, إذن نتكلم عن l'art modern, هو يسبق ماذا؟ يسبق la période, elle précède la période de l'art contemporain. يعني أنه يسبق فترة الفن المعاصر الحالي كي كومونس أبخي غير الذي بدأ بعد الحرب. الذي بدأ بعد الحرب كونتمبوران كي دو ميم طون الذي وينتمي لنفس الفترة. إذا نتكلم عن شيء مثلا يعاصر شيئا آخر في زمن ما ممكن أننا نطلق على هذا الشيء كونتمبوران, يعني أنه متزامن مع هذا الحدث أو مع هذا الفعل. وممكن أنه يعني أيضا كي دو طون أكتويل, يعني أنه يزامن وجودنا حاليا. إذا نقول عن شيء بأنه كونتمبوران مثلا لاغ كونتمبوران. عندما نقول لاغ كونتمبوران فكلمة كونتمبوران تعني بأن هذا الفن هو يعاصر شيئا آخر في زمن مضى أو أنه يعاصرنا نحن أو أنه يعاصرنا ويتزامن مع وجودنا حاليا. إذن كي دو مين طون الذي ينتمي لنفس الفترة لنفس الوقت أو بيان كونتمبوران كي دو طون أكتويل أو أنه من وقتنا الحالي. المقصود أنه ينتمي لعصرنا الحالي. إذن نقول عنه كونتمبوران. ثم عندنا أغني. ثم عندنا أغني. طبعا رأينا الفعل هذا لو فيرب اورني سينيفي pour voir de ce qui embellit, pour voir de ce qui embellit, pour voir de ce qui embellit. يعني انك تزود بما يزين. تزود شيئا وتضع على هذا الشيء ما يزينه. اذا تزود بما يجمل. طبعا رأينا فيما سبق تعريفا يقارب هذا المعنى. إذن أغني سينيفي pour voir de ce qui embellit, يعني أنك تزود وتمنح وتضفي على شيء ما يجمله. ثم كلمة موتيف, طبعا موتيف أو بلوريال كلمة موتيف في الجمع. عند البحث عنها في المنجد طبعا سنبحث عنها مفردة لأن المنجد يتضمن الكلمة المفردة ثم نضيف لها اس ان شئنا حتى نضعها في الجمع. من ضمن معاني كلمة موتيف هاد المعنيين. المعنى الاول سوكي بوس, رأينا فيما سبق سوكي بورت الذي يحمله, الذي يحمله على فعل شيء. اذا سوكي بوس افير ان شوز, سوكي بوس افير ان شوز الذي يدفع الى فعل شيء. او بيان سوجي دون بانتور, اذا نتكلم عن شيء موضوع الصباغة. نتكلم عن شيء يرسم بالصباغة. إذن هذا يسمى موتيف. رأينا في المسابق شيء ما منقوش أو مجمل بشكل ما يمكن أن نسميه موتيف. إذن المعنى الثاني هو الذي يهمنا طبعا في النص. إذن كلمة موتيف من حيث أنها تعني دافع لفعل شيء ممكن أن تأتي بهذا المعنى في عبارات أخرى, لكن الذي يهمنا نحن في النص الذي رأينا فيما يخص المتحف. إذا نتكلم عن المعنى الثاني سوجي دون بانتور, إذا نتكلم عن موضوع رسم, موضوع صباغة. ثم هناك كلمة غرافير, طبعا كلمة غرافير كما نرى أو بلوريال يعني أنها في الجمع. إذا سنبحث عنها في المنجد مفردة كما نرى في الصورة غرافير
d'une inscription sur la pierre. طبعا gravure المقصود بها ouvrage gravé. إذا نتكلم عن عمل منقوش ممكن أن تعني image أو bien inscription. Inscription التي تعني تدوين أو نقش. ثم في الأخير عندنا l'histoire picturale. L'histoire picturale. L'histoire picturale. كما نقول التاريخ الصباغاتي. طبعا لكي نشرح l'histoire picturale علينا أن نشرح كلمة l'histoire ثم picturale. إذن l'histoire المقصود به connaissance et récit des événements du passé jugés dignes de mémoire. إذن l'histoire المقصود به معرفة connaissance et récit. إذن هو معرفة ورواية des événements, رواية أحداث du passé, رواية أحداث من الماضي jugé digne de mémoire. هذه الأحداث ينظر لها بأنها تستحق أن تذكر. هذه الأحداث ينظر لها كمستحقة للذكر. ينظر لها كمستحقة للذكر. jugé digne de mémoire. Les faits ainsi relatés. ثم الأحداث التي تروى. Les faits ainsi relatés. إذا نتكلم عن معرفة ورواية هذه الأحداث. ثم نتكلم عن الأحداث المروية. إذا يمكن أن ندخلها، يمكن أن تشملها كلمة l'histoire. نتكلم عن l'histoire ancien، تاريخ القديم. Histoire du Moyen Âge، تاريخ العصور الوسطى. ثم histoire des temps modernes، ثم تاريخ العصور الحديثة. ثم histoire contemporaine أو التاريخ المعاصر. Histoire contemporaine، تاريخ المعاصر الذي نعيشه. كما رأينا l'histoire picturale. إذن picturale مقصود بها كيكونسر لا peinture الذي يهم السباق. إذن نتكلم عن l'histoire كيكونسر لا peinture. إذن نتكلم عن التاريخ الذي يهم السباق. إذن نقول عنه ماذا؟ نقول عنه l'histoire بيكتورال، التاريخ الصباغاتي كما لو نقول. نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.